نرد على من يشبه الديمقراطية بالشورى، وهل الانتخابات تطبيق للديمقراطية؟ جزاكم الله خير. الله المستعان. تعبت. طيب يا اخوان، التشبيه تشبيه الديمقراطية بالشورى هي تلبيس على العوام، وإلا فحسن البناء يقول بالديمقراطية، وكذلك أيضا الزبيري رأيت له في كتاب اسمه واق الواق فيه ضلال مبين أن الحسن أو الحسين قال ما تصلح الناس إلا الديمقراطية، فهي فكرة يعني كأنها رؤية منامية هكذا، وراه قال له ما يصلح الناس إلا الديمقراطية، فماذا بارك الله فيكم، فهي فكرة. وهؤلاء المخذولين راشد الغنوشي، راشد الغنوشي دعوه إلى اليمن، وهو تونسي يا أخوانا، ماذا وهو تونسي، فقال وسألوه عن الديمقراطية، قال نتمنى أن عندنا ديمقراطية، عندنا دكتاتورية. المهم يا مخذول، ما في وسط بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية وهو الإسلام. وسط يا إخوان سبق إلى كل خير الإسلام، سبق إلى حفظكم الله رعاية الفقراء وجعل لهم نصيبا من الزكاة وحث على التصدق عليهم، وسبق أيضا إلى رعاية الحيوانات، وسبق أيضا إلى حقوق المرأة على الزوج وحقوق الزوج على المرأة وحقوق الجيران بعضهم على بعض. فأحب أن تعلموا معنى الديمقراطية، معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا كتاب ولا سنة ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معناها. معناها يا إخوان الفساد العريض ربما يصوت على اللواط والكثرة يقولون لا بأس به، وربما يصوت على إباحة الزنا، وربما يصوت على الربا، وقد فعلوا ما التصويت على الربا فعلوا يا إخواننا. وماذا والخمر، إباحة الخمر، والله المستعان. المهم الديمقراطية طاغوتية، من عرف الديمقراطية ودعا الناس إليها وهو يعرف معناها ومقتنع بها فهو كافر ليس بمسلم. وأنا أتحدى كل من يجادل عن الديمقراطيين، نعم، فماذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا مشرع باعتباري مشرعا كذا وكذا، هكذا في مجلس النواب، نعم، ربما يكون خمارا، وربما يكون بدوي ما يعرف كوعا من بوعة، وربما يكون صاحب مدينة ما يدري من أين تضرب العنز، ويقول أنا مشرع. الله يقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نعم بارك الله فيكم. فالمهم يا إخواننا
هذه الديمقراطية كفرنا بها وآمنا بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله، وندعو كل مسلم إلى الكفر بها، خصوصا نحن معشر اليمنيين، فقد أثنى علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وأخبر عن أهل اليمن أنها رب عزيزة وألين قلوبا، وقال كما في صحيح مسلم: إني لبعبر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن. نعم، بارك الله فيكم. فماذا؟ فيا سترفض اليوم أو غدا أو بعد غد. قيل لبعض المشايخ: لماذا يا شيخ تشغلنا الناس بهذا الانتخابات وبهذه الديمقراطية؟ ألا يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون؟ هذا طيب، أمر طيب، يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون. قال: أول شيء هي مفروضة علينا من أمريكا، الثاني شيء يعطوننا زلط، يعطوننا زلط. فماذا يا إخوان؟ فالمسألة مسألة زلط، سواء كان المسؤول أم كان الشيخ أم غيره، وإلا فهم يعرفون أنها تلبيس. قد عين وزير الزراعة منه، ووزير المالية منه، ونائب الرئيس منه، ونائب، وهكذا أيضا وزير الداخلية عينوهم، ما بقي إلا التصويت عليهم، والله المستعان. وعين أيضا أعضاء مجلس النواب منهم، وبعض أصحاب مجلس النواب يقولون: نحن نقرر الأمر في مجلس النواب ويخرج القرار في الجرائد غير ما قررنا. نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم. فإن شاء الله ما نتعجل اليوم وغدا أو بعد غد ستنكشف هذه الديمقراطية، والانتخابات هي وسيلة إلى الديمقراطية. وقد رأيت رسالة لعلها مكونة من نحو 6 ورق، تلكم الرسالة فيها من كبار الإخوان المسلمين الحث على الشورى، وذكروا أنه لا ينبغي أن يقارن بين الشورى وبين الديمقراطية، لأن الشورى من عند الله والديمقراطية من عند أعداء الإسلام. وبعضهم قال: ممكن أن يجمع بين الشورى والديمقراطية، كما قال نحناح الجزائر. نحناح الجزائر يا إخوان مدرسة الشيطان واحدة، الذي درس عبد المجيد هو الذي درس نحناح، عبد المجيد الزنداني الذي درس هو الذي درس نحناح، هو الشيطان. أي نعم، تدرون وإيش قال نحناح؟ قال نسميها شوكراطية، شوكراطية. أي نعم، بعضها قال تسمية إسلامية، وبعضها تسمية أجنبية. أي نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم. فالمهم لبس عليهم في هذا، والله المستعان. لكن الشيء الغريب
أن هؤلاء الأربعة والخمسة الذين كتبوا نعم ما رأيت اسم عبد المجيد، أي نعم ما رأيت اسمه معهم ويندم على من قد أضل، ونعم ويشهد الله أنه بريء من الديمقراطية، لما رأيت اسمه معهم، فأظنه سيصر على العناد وعلى التكبر حتى، والله أعلم. الهداية بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن من زمان قد نصحنا، من زمان يقول نقول يا شيخ عبد المجيد الإخوان المسلمون يؤذون أهل السنة، والإخوان المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام، كنا نحسن الظن به، وكلمناه بهذا في خمر وفي غير خمر، قال أنا أبرأ إلى الله من هؤلاء. قلنا فاخرج منهم يا شيخ، اخرج منهم. قال لا، سيضيعون أكثر، أنت الذي ضيعتهم، أنت الذي ضيعتهم يا هذا. إيه نعم، أخرجت شريطين في الدفاع عن التنسيق مع البعثيين، وذهبت إلى مؤتمر توحيد الأديان في ماذا في السودان، وهكذا أيضا في غير ذلك، فماذا يا إخوان؟ وأنت الذي أصبحت مجنونا على الأراضي، أي نعم، وأصبحت مجنونا على الأموال وعلى المعارض. يا أيها الناس اجهدوا في الدنيا واتقوا الله وقدموا للآخرة، ولكن ماذا يا إخواننا؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، والله المستعان. الانتخابات بحمد الله قد ألف فيها، وقد تكلمنا عليها في كتبنا في نعم قمع المعاند، وفي المصارعة، وفي غارة الأشرطة، وفي فضائح ونصائح، وهكذا في ماذا إجابة تحفة المجيب في الرد على أجوبة الحاضر والغريب، والفضل في هذا لله ولمحمد الإمام حفظه الله تعالى رسالة في شأن الديمقراطية والانتخابات، والحمد لله.